أسبوع جديد وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أوتو يبدو، واللي غادي نهضروا فيه على آخر مستجدات عالم الطوموبيلات، فما تمشوش بعيد. البداية غادي تكون مع أودي اللي قدمت بالدار البيضاء الفيس ليفت أو النسخة المعدلة ديال اس يو في 100% كهربائي إيترون. بمناسبة هذا الفيس ليفت، أودي بدلت التسمية ديال أول طوموبيل 100% كهربائية ديالها من إيترون لكويت إيترون. من ناحية الشكل الخارجي، لو اس يو في والنسخة ديالو كوبي المعروفة بسبورت باك استفدوا من بعض التغييرات البسيطة ولكن فعالة. اما في الداخل فاهم تغيير هما ثلاثه ديال لي زيكران واللي نقصوا من عدد لي بوطون فيزيك، وكذلك لي ريتروفيزور فيرتوال اللي فيهم كاميرا واللي كيمكنوا السائق من رؤيه احسن للطريق خصوصا لي زونكل مور. في المغرب الكويت إيترون الكويت سبورت باك إيترون توفرين في 4 ديال لي فينيسيون اللي هما اكسكلوزيف اس لاين سيناتور سبور اس، وجوج موتورات كاينين بقوه 341 و 410 شوف. اخيرا وبخصوص الاثمنه، فلديك لينازون اس يو في كتبدا ب 900000 درهم، اما لا سبورت باك فكتبدا ب 960000 درهم. مزيد من المعلومات على لي زودي كويت إيترون كويت سبورت باك إيترون روستيلي غتلقاوها كيف العاده على wandalou.com. نبقاو مع اودي اللي دشنا شوروم جديد هو الثاني ديالها في الدار البيضاء وتحديدا في انفا. الهدف من وراء فتح هذه صالات العرض الجديده هو تعزيز صوره اودي عند الزبناء ديالها في العاصمه الاقتصاديه، هادشي علاش متواجده فيها غير الموديلات ولا فينيسيون اود غام ديال الماركه الالمانيه. الهدف الثاني هو تخفيف الضغط على المقر الرئيسي الاول ديال عين سبع، واللي وصل الطاقه القصوى ديالو باكثر من 2000 سياره مسلمه في العام. والهدف الثالث والاخير هو القرب من الزبناء بفضل الموقع ديال شوروم استراتيجي وسط العاصمه الاقتصاديه. هذا الشوروم الراقي اللي الزبناء كيستافدوا فيه من ضيافه خاصه، كيتكون صاله عرض على مساحه 371 متر كاري كتسع 8 ديال الطوموبيلات، زائد الفضاء الخاص بالعروض الفنيه ديال 183 متر كاري. نمشيو دابا لعند بي ام دبليو في اللي دار التقديم العالمي ديال الجيل الثاني ديال لو اس يو في كوبي اكس 2. من ناحيه الشكل، اهم تغيير كيهم لا لين دو طوالي ولات حاضره اكثر، شيء اللي تعزز من المظهر كوبي ديال الطوموبيل. في الداخل الطوموبيل كتشبه بزاف الاكس 1 جديد. اما من ناحيه لي موتوريزاسيون فهاد الاكس 2 متوفر في ليسونس مع ليبريداسيون ليجير وديزل اللي لا بويسونس ديالهم كتراوح ما بين 150 و 300 شورو، بالاضافه للنسخه 100% كهربائيه اي اكس 2 اللي لا بويسونس ديالها هي 313 شوفو والاوتونومي كتوصل 446 كيلومتر. من المنتظر تسويق الجيل الثاني ديال بي ام دبليو في اكس 2 في الشهور الاولى ديال 2024 في اوروبا، الاثمنه غتبدا ب 46000 اورو. غادي نعطيكم تفاصيل اكثر على البي ام دبليو في اكس 2 الجديد كليا في فيديو خاص قريبا. نساليو هاد الحلقة مع النسخة الثانية ديال التظاهرة الفنية DSR Challenge اللي نظمتها DS أوتوموبيل في الدار البيضاء. تم إسدال الستار على هاد النسخة الثانية واللي عرفت مشاركة مكثفة ديال الفنانين في ميادين الرسم والصورة الفوتوغرافية مقارنة مع النسخة الأولى ديال العام اللي فات. منذ الإعلان على هاد النسخة في جوان اللي فات، المترشحين دازوا من ثلاثة ديال المراحل اللي هما التسجيل، مرحلة انتقاء 10 ديال المتبارين اللي نفذوا عمل فني كيحترم الموضوع اللي اخترته DS، وأخيرا سهرة الإعلان على الفائزين. جديد هذه السنه هو اضافه جائزه ثالثه كيصوت عليها الجمهور عبر الانترنت واللي فازت بها شما بكري. عبد الهادي فكروني فاز بجائزه الرسم، اما جائزه الصوره الفوتوغرافيه فكانت من نصيب رضا ثابت. فائزين ثلاثه ربحوا جوائز ماليه، اقامه فنيه لمده اسبوعين مع الرسام محمد مرابطي، بالاضافه لعرض فني ديال الاعمال ديالهم في ديز غالون. وصلنا لنهايه اوتو يبدو ديال هذه السيمانه، موعدنا في الحلقة الجاية. À très vite sur wandalou.com.